بالريو بالريو راح تتحوس عليهم مرضون تجيبهم بيان سور هذاك لا ديكوراسيون لا ديكوراسيون تكون كاع الاوراق اللي اكزيستيو فوق الارض ديكوريو بهم اون ديرني باش ديري الفلوغ فوالا اون ديرني فوالا يزيدوا جماليه يعني شوف اسمو بعد باش دير الفلوغ اللون الاحمر والابيض والابيض من الباقه هذه بدا يدخل الورد ولا مازال تاع الخارج مازال تاع الخارج مازال تاع الخارج وقتاش الوقت اللي يكون فيه تاع الجزائر؟ ابارتي مو دمي ان شاء الله مي ان شاء الله مو دمي هذوك نباتات بريه هذوك بريه خلينا نروح اه مين جبتهم؟ لو كان جيت معك نديم شكون نديم؟ لو كان جا معك نديم يجمع علي نضحك نديم بس في اليوم يهبلتي نديم هكذا متعة انك تروح انت تخير نباتات صح؟ بيان سور متعة إيمان أنه يروح هو يختار نباتات أكيد وهذا هو الشيء اللي راه غايب في المجتمعات أنه الواحد يلامس الطبيعة شوف شحال شابين شوف الشكل شحال مين يعني نباتات برية برية بصح شابة يعني شكلها جميل الورد ما شاء الله يعني باقة بسيطة بصح شابة يعني جميلة بسيطة تهديها كما يقولوا عيد ميلاد عيد ميلاد الواحد المريض ايه مونا ميلة يعني صراحة هذه هي اللمسة اللي لازم تكون هي اللمسة اللي لازم تكون هذه وين تزيدها من فوق شحال هو سعر الورد رضوان دوكا هذه المستوردة المستوردة راه 30000 30000 وحدة اه اونتر 25 30 كاين يبيعوا حتى 40 اه وي وكي يدخل تاع الجزائر ينقص شويه السعر؟ وي ينقص يلحق حتى 15000 20000 اه يهبط يعني هذاك اللي حاب يدير يهدي الباقه تورد يستنى حتى المي مي جوان باش يهدي حبيت صراحه مش اجمل من انه انسان يعني يجيب لك واقه ورد تلقى عندها حاجه خاصه يكتب عليك وي بمعزة انسان كيجي عندك ويجيب لك معاه والمريض المريض هذاك تحييه بلا صح تحييه بالورد نفسيته تتحسن بالورد الله غير تحييه حبيت ما شاء الله كملنا كملنا هنا نشوفوا الشكل نوري الشكل النهائي شوفوا باقة ورد تاعنا لها اليوم كما قلنا باقة ورد نقدروا نقدموها كهدية من دون باختلاف المناسبات ونهدي لكم هذه باقة الورود.